والفن في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وبطولاته هيقول لك وسع للقطر. وكفاية على الأهلي إنه الأهلي نقطة ومن أول السطر. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن محمود الخطيب يهنئ سله الاهلي ببطوله الدوري المرتبط. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي على تهنئه لاعبي السله وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط الليله. بعد الفوز الليله على حساب نادي الاتحاد السكندري، واشاد كابتن محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الاهلي وادائهم الرجولي طوال المباراه. جاء ذلك في اتصال هاتفي من جانب رئيس النادي المتواجد حاليا في الامارات، حيث كان يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط. وأكد للاعبين أن الفوز بدور المرتبط مجرد بداية في ظروف صعبة لطموحات كبيرة تنتظرها جماهير الأهلي التي تستحق بذل أقصى جهد لإسعادها. وشدد على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات على كل المستويات، وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والإخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب. وأكد على ثقته الكبيرة في جميع عناصر منظومة الفريق لتقديم موسم متميز وتحقيق أحسن النتائج التي يستحقها الأهلي وجماهيره. الحقيقة أنا عايز أبارك يعني مخصوص كمان للكابتن أشرف توفيق. طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي أبدا ما قصرش مع الفريق ودعمه بالصفقات ودعمه بكل شيء، ولكن كوتش أشرف توفيق تعرض للمباراة الأولى الحقيقة يعني مش عايز أقول حاجة يعني، بس تعرض يعني الموقف هو لا يستحقه. كابتن أشرف توفيق من الناس الدامثة الأخلاق الحقيقة، والراجل يعني تعرض لموقف صعب يعني خلاه هو حتى مش عارف يركز مع نفسه ولا يركز مع الفرقة، ومع ذلك قاد المباراة النهاردة وقاد الفريق وربنا كرمه وكرم اللعيبة كلها. لازم نشد الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي كمان، وعمرنا ما هننسى اللعيبة اللي عندها كورونا، عمرنا ما احنا مش هننسى محمد مصطفى مودي اللي اللعيبة لو سمحتوا يا جماعة جيبوا الصورة جابوهم على الفيس تايم عشان يكلموهم على الموبايلات. جابوا عبد الفضيل ابراهيم مع الموبايلات عشان يبقوا معاهم في الفرحه، جابوا عمر طارق عشان يبقى معاهم في نفس المكان. حتى الجهاز الفني هيثم الضبع طبعا عنده كورونا ربنا يشفيه، وبنقدم له من هنا كل التحيه، بنقول له احنا معاك وربنا يشفيك ومش ناسين دورك اخصائي العلاج الطبيعي، مش ناسين علاء لطفي المحلل الفني
اللي هو كان ليه دور كبير وغيابه الحقيقه برضو اثر على الفريق، ما كانش فيه بيانات وامور يعني كتير كان الفرقه محتاجه لها. احنا مش ناسيينكم، بنقول لكم الف سلامه، ربنا يرجعكم في السلامه، وانتم شريك لا يتجزا ابدا من هذا الفوز. كابتن عماد، يمكن المكسب ما بيجيش نتيجه تعب فرد او اتنين، بيجي تعب منظومه. بص يا كابتن هيثم، اول حاجه احنا بنقول هارد لك ان هي فرقه الاتحاد، فرقه محترمه، مدرب محترم، وبدون ما بتكون انت بتلعب ضد فريق قوي بما انت ما بتحسش بطعم الفوز. احنا النهارده كسبنا فرقه قويه جدا الحمد لله، اهني كابتن اشرف وكابتن سيد. طب كابتن، ايه رايك نسمع اللي قاله كوتش اشرف في الثاني او الاخير؟ اتفضل. احنا مع بعض، اتفضلوا يا جماعه، زعلنا كده. ما يخش منك، لا تهالي من الاول يا ريت. حاجه تانيه، كل واحد دلوقتي مسؤول عنه، ما يخشش الا بالدم، بالدم اللي يخش منك. انا شوف البوز، ما يخشش منك. الواد اللي هينزل ده دلوقتي مين ومودي ده ولا ميدو؟ ما يخشش منك. انا بتكلم بقى، انا بهاجم بوناي، كون ما في انت شايف ايهاب امين ضاغط او كنترول، مخلي الراجل زي ما انت عملت في بوناي، عشان احنا كده عشان كنا Even you get the ball, if you get the ball to rest break, okay, maybe. سبعة وخمسين ثانية. احنا كنا حريصين ككاميرا قناه الاهلي ان احنا نجيب لكم كابتن كوتش اشرف توفيق قبلهم في التايم اوت، بالدم بالدم اللي يخش منك، وهو ده اللي جاب البطوله، روح البطوله. بيبلغوني ان الزميل محمد توفيق من ارض الملعب جاهز ببعض اللقاءات، اتفضل زميلي محمد. محمد اتفضل، الكلمه اليك يا محمد. كابتن هيثم، برحب بك مرة تانية ومواصلين فرحتنا هنا من صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ومعانا أحد نجوم المباراة يعني كابتن محمد أبو النصر. يعني ألف مبروك، أعتقد كنت شايل حمل الدور قبل النهائي والدور النهائي، أعتقد يعني لعبت فترات كبيرة جدا وكنت من أحد نجوم البطولة دي بشكل عام، مش بس ماتش النهاردة. الله يبارك فيك. الحمد لله، طبعا ده كلام كبير قوي عليا، الفرقة كلها رجالة والفرقة كلها تستحق المكسب. الحمد لله كلنا قدرنا نلم بعض وكلنا لعبنا على قلب راجل واحد، وكنا نفسنا ان احنا نكسب بطولة، عشان يعني حاسين ان احنا اتظلمنا شوية، او حاسين ان احنا المفروض كنا من الاول كان الموضوع ممكن يتأجل شوية على اساس الظروف الحالية اللي موجود فيها في البلد، بس الحمد لله يعني قدرنا نتغلب على الظروف ونلم بعض وكسبنا البطولة الحمد لله. تحيات كامل لاستوديو التحليل، كابتن هيثم السعيد، كابتن سلعاوي، كابتن عماد مرابي، حيوك جدا. ويعني يمكن النهارده المحترف الامريكي لفريق نادي الاتحاد في اول كوارترين جاب 18 بونت، ثالث ورابع اعتقد كابتن محمد النصر خلاه مش موجود اصلا في المباراه. والله بص، هو المحترف اصلا بتاع الاتحاد، احنا يعني حتى مستوياته الماتشات اللي فاتت او طول البطوله من الاول ما كانش بالمستوى ده، هو فاجئنا النهارده يعني بصراحه كان في مستوى غريب جدا، ما كناش مدينه اهميه يمكن في اول الماتش، لكن هو كان فايق جدا الحمد لله. كلنا قدرنا يعني نعمل زي ترابات عليه، نعزله شويه عن اللعب، نقلل خطورته شويه في الثالث والرابع، وده فعلا فرق معانا جدا لما خطورته وقفت وقدرنا نجري شويه عليهم. يمكن ماتش من الاول كنا متكهربين شويه، بس الحمد لله في الكوارتر الثالث قدرنا نلم بعض ومشينا واحده بواحده، بس الحمد لله ربنا كرمنا يعني. الف مبروك يا رب كل البطولات توقف النادي الاهلي، وعايزينك بقى تخلي بالك من نفسك، ان اعتقد هنحتاجك كتير قوي الفتره الجايه كاحد نجوم الفريق ان شاء الله، واللي يقدروا يحققوا كل البطولات ان شاء الله. الله يخليك، ربنا يخليك، ربنا يكرمنا ان شاء الله السنه دي وناخد كل البطولات اللي جايه باذن الله. شكرا شكرا. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني دينامو الفريق كابتن طارق الغنام، الف مبروك
بطوله غاليه ظروف صعبه، لكن قدرتوا تلموا الولاد وعملتوا بطوله اكثر من رائعه. الحمد لله رب العالمين. انا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ببارك فرقتي، وببارك للولد 16 سنه، ببارك عبد الرحمن، بقول لهم الف مبروك رجاله. اول مره احس معنا كلمه قهر بالنسبه لي يعني فعلا، لان النهارده انا حاسس ان احنا يعني نعم هو دوري مرتبط، وانا من ناحيه الناس اللي يعني مش عايز اقول ان هو اقل بطوله في الثلاث بطولات، بس فعلا لا النهارده انا حاسس ان انا يعني مش عايز الواحد يغلط في الكلام غصب عنه، بس انا بقول للنادي الاهلي مبروك، وبقول اتحاد السله متشكرين، وبقول مرتبط مبروك، وبقول لرجالتنا الف الف مبروك، وجمهورنا طبعا العظيم ربنا، وان شاء الله السنه دي باذن الله على قد ما نقدر ربنا يوفقنا باذن الله. كابتن هيثم سعيد بلغ تحياته وكابتن سلعاء وكابتن عماد مراد، وبيقول لك كابتن هيثم بيقول لك لما اكلمك قبل المباراه حس من صوتك ان شاء الله البطوله في الاهلي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فعلا العيال كانت او الولاد كانوا مركزين جدا النهارده، عايزين انت شايف الحاصل والاجواء والوضع، فكلنا صراحه كنا مقررين لازم نرد على الكلام ده كله والوضع كله، وطول عمرنا الاهلي في يعني بنثبت للناس على قد ما نقدر ان شاء الله باذن الله احنا قدها، والحمد لله رب العالمين ان شاء الله الجاي احسن باذن الله رب العالمين. الف مبروك كابتن مستني منك كل بطولات السله ان شاء الله. ربنا يكرمك. شكرا جزيلا يا فندم. متشكرين. عبد الرحمن احد ابطال فريق المرتبط، يعني الف مبروك المباراه والفوز النهارده، اعتقد كان دوركم كبير جدا في الفوز بالبطوله بفوزكم على الاتحاد السكندري في المباراتين. هو الحمد لله رب العالمين، تعبنا وده جزائنا، وان شاء الله نثبت نادي الاهلي اللي احنا جايين ونكسب كل البطولات ان شاء الله. يعني يمكن وانتوا 16 سنه حمل كبير عليكم، نتيجتكم ترجح نتيجه الفريق الاول، بس اعتقد يعني زي ما بقول يعني حتى ناشئين نادي الاهلي رجاله. الحمد لله لعبنا 6 ماتشات كسبناهم كلهم، وقدرنا نثبت الفيرست تيم اللي احنا سندهم، والحمد لله كسبنا 6 ماتشات. شكرا عبد الرحمن وبالتوفيق، ويا رب دايما بطولات كده وتبقوا مدد لبطوله الابطال النادي الاهلي في المستقبل. كابتن هيثم مكملين لقاءاتنا ومعانا يعني زي ما بنقول بقى فاكهه الفريق، يمكن في اشد اللحظات تلاقي دايما بيلم زمايله وبيتكلم معاهم، مع انه لسه سنه اولى اهلي، لكن مع جون بمات الاهلي تحس انه ابن من ابناء النادي الاهلي ومولود جوه النادي الاهلي. احمد مهيب يعني الف مبروك اول البطوله مع النادي الاهلي، لكن جمهور النادي الاهلي ما بيشجعش بطولات، وان شاء الله ما تبقاش اخر بطوله. الله يبارك فيك. الحمد لله على كل شيء. بطوله غاليه قوي يعني، اول بطوله مع النادي الاهلي، بطوله غير خالص كل البطولات اللي اخذتها، يعني بطوله في النادي الاهلي فعلا حاجه ثانيه، ولسه يعني ما بقى لنا ساعه بس اخذناها، بس الحمد لله يعني انا مبسوط جدا بروح النادي، بروح الفريق كله. كنا متاخرين في الماتش، الحمد لله قدرنا نرجع، لمينا بعض، لعبنا للاخر، كنا عايزين يعني نسعد الجماهير كلها. بطولة يعني زي ما كابتن طارق كان بيقول، يعني هي بطولة مش الأغلى في الدوري، لكن إن شاء الله دي بداية، وبإذن الله يعني الثلاث بطولات إن شاء الله اللي جايين ننافس عليهم بقوة، ونوعد الجماهير بإذن الله إن إحنا نحققهم إن شاء الله. مهيب برغم إنك راجع لسه من إصابة، لكن أعتقد كان أدائك مفاجأة وأديت أكثر من المنتظر منك كمان، وأعتقد يعني كنت من مفاجآت البطولة السنة دي. والله الحمد لله، يعني يمكن ما أنا حاسس بتقصير شوية إن أنا ما قدرتش أفيد الفرقة كتير، بس يعني على الأقل كنت أحاول إن أنا أشجع على الأقل، يعني ابتديت في الثالث حاولت أرجع الناس في الماتش، كنا إحنا متأخرين شوية. إن شاء الله يعني بإذن الله الفترة اللي جاية بقى مع التمارين وكده إن شاء الله حتى نبقى المستوى الفرقة كلها أحسن، إحنا النهاردة كان في غلطات كتير، ولسه إن في ناس كتير ما كناش موفقين، يعني احنا الحمد لله النهارده ربنا كرمنا، ولسه يعني ان شاء الله لما كلنا نفوق هيبقى ان شاء الله هنبقى في حته ثانيه باذن الله. يعني المباراه الاولى ومباراه سبورتنج الدور قبل النهائي والمباراه الاولى بتاعه الاتحاد، اعتقد كان عليكم حمل، يعني زي ما بقول شلتوا حمل كبير قوي بدري، وغياب اهم العناصر كباتن الفرقه، لكن انتوا كنتوا عند الميعاد، وزي ما بنقول الاهلي من حضر. والله الحمد لله برضو يعني موضوع الكورونا ده والخمس لعيبه اللي اتصابوا يعني هزنا شويه، لكن الحمد لله يعني روح الفانيلا الحمراء خلتنا نعوض النقص، لحد ما الحمد لله جندي وايهاب النهارده جم ضافوا شويه للفرقه، وقدرنا الحمد لله احنا كلنا مع بعض ان احنا نحقق البطوله ونسعد جماهير النادي الاهلي. شكرا يا احمد، اتمنى لكم التوفيق وكل البطولات تبقى معاكم السنه دي ان شاء الله. كابتن هيثم يمكن بقى هنختتم بلقاءاتنا بلقاء مهم جدا، كابتن اشرف توفيق، يعني المباراه كانت عصيبه جدا، يمكن الجمهور نفسه يعني قلبه وجعه من الفرجه على المباراه، فما بالك بقى باللي يدير المباراه كابتن اشرف توفيق النهارده واداره اكثر من رعم المباراه. يعني كابتن اشرف الف مبروك، تعبت وتحملت عيب المباراه كلها، يعني كلمني قبل ما نتكلم فنيا، لا احساسك بقى وانت بتدير المباراه واخر دقيقه ونص خاصه. لا صعب جدا، حاجه صعبه جاي ما اعرفش اوصفها، يعني حاجه صعبه طبعا جدا. جيم الباسكت عامل زي موج البحر، وهي بتبقى يعني توفيقه كده في ان انت تقدر تعمل ستوب او اتنين للاوفنس بتاع الخصم. يعني ربنا وفقنا، يعني في يعني الحمد لله وفقنا وقدرنا نوقف الولد الاجنبي، كان تعبنا قوي الشوطين الاولانيين، وكان برضو عندنا مشكله في السكرين بول هاي، برضو ربنا كرمنا ووقفناه في الكريتيكال، عملوا كويس قوي
حتى نتج لنا بحوالي 2 تيرن اوفر هنا على الكي. فالحمد لله الحمد لله الولاد رجاله قوي قوي، والظروف بقى الصعبه ربنا كرمنا فيها الحمد لله رب العالمين الحمد لله. كابتن هيثم بيوجه التحيه لحضرتك وبيبارك لك، كابتن سلعاوي وكابتن عماد مراد. وكابتن هيثم بيقول لك انا عارف انك ما بتديش اجازات، التمرين بكره الساعه كام؟ طبعا تحياتي لهيثم. هيثم ده من احسن اللعيبه اللي انا مرنتها في حياتي تقريبا في منتخبات ومنتخب مصر والنادي الاهلي، وكابتن سلعاوي ده كابتننا وكابتن عماد كابتني، وناس جميله قوي في الاستوديو يعني ولاد النادي الاهلي، بقول لهم مبروك كلهم. وطبعا هيثم عارف يعني هو بكره كفايه اجازه يعني عشان عندنا ماتش يوم 5. كابتن اعتقد المباراه كانت صعبه قوي، مباراه الذهاب كمان يعني بالرغم كل الظروف اللي انتوا فيها، لكن اعتقد كمان المباراه داخل الملعب اتصعبت، كان في شويه تعمد، مش عايزين نتكلم على التحكيم قوي، ويعني حضرتك كنت بتكلم اللاعب بتاعك بتقول له يعني بتلومه والحكم طردك، يعني اعتقد كل الاعباء دي اتحملت اعباء كتير، لكن بسم الله ما شاء الله كنت قدها والنهارده حققت المكسب الحمد لله. يعني ده جيم الباسكت كده، يعني جيم الباسكت فيه الحكم ممكن يعني هو نفس الحكم بيقول ان الكره هو الحكم الاول، هو الليدر، ده الكلام بتاع اول امبارح، وشايف ان الكره اصلا الحكم اللي معاه هو اقل كواليفايد يعني او اقل تصنيفا، وحكم كويس بس اقل تصنيفا، فاول مش فاول، وبعدين رخامه لعيبه مع بعض وكره واقفه اتندت فاول على الاحسن لعيب عندي اللي هو الاجنبي، وانا اصلا عندي 5 ناقصين فلازم انا اتنرفز، فبتنرفز على لعيبي ان هو عمل الفاول، وتنرفز على الحكم برضه، بس مش ما تنرفزش بقى على اللي جه عمل اداني تكنيكال فاول، ولما اداني تكنيكال فاول ما اقدرش ان انا يعني مش مساله ان انا اكبر منه ب 20 سنه بس، لا ده مساله ان انا ما بعترضش على صفاره واحده، انا بعترض على قنبله صفارتين في صفاره واحده، يعني ماتش خلص يعني ما انت ناقص ده كله تقعد الاجنبي 9 دقايق جنبك والماتش خلص في الحته دي، يعني انا بخبرتي عارف. فيعني تصرف يعني من الحكم اتس اوفر، انما طالما رضيت اقف على الخط خلاص وات كان اي دو يعني. الحمد لله عدت، يعني عدت الحمد لله عدت. وبشكر وهو اكيد هو برضو زيي برضو، انا اتنرفزت زياده واكيد هو كحكم اتنرفز زياده، ما كانش يستدعي ديسكواليفايد خالص يعني. يعني استقبلتوا تهنئه كابتن الخطيب من دبي بعد المباراه على طول على البطوله، بقول لكم ان دي بدايه وان شاء الله مستني منه كل المزيد. الحقيقه الكابتن شايل عبء كبير ودايما ورايا، وانا حتى السنه اللي فاتت لما انا ما توفقتش في بطوله، بس انا الحقيقه الحمد لله الفرقه اتنقلت السنه اللي فاتت نقله للمنافسه للفاينل جيمز، كنت اكني محرج منه لان هو ليه معزه خاصه جدا عندي اصلا، وانا كنت يعني سايب سموحه، كنت عامل فرقه كويسه وجاي علشان النادي الاهلي وكابتن ومجلس اداره ده كل المجلس صراحه يعني انا متربي معاهم، فكان لازم يعني انا فرحان ان انا يعني خدت الفيرست ستيب اللي هم عايزينها، ودي فيرست ستيب بس يعني ان شاء الله الخطوات الجايه كتير ان شاء الله ان شاء الله. اللي جاي بقى كابتن يعني شايفه ازاي؟ وجمهور النادي الاهلي يعني ما بيشبعش بطولات، اي بطوله النادي الاهلي بيدخلها مطالب انه يحقق المركز الاول. لا خلاص خلصت البطوله، عندنا بطوله ثانيه سوبر كمان اسبوع، وعشان كده بقول لك انا بكره اجازه بس وخلاص، يعني ما فيش احنا عينينا، احنا السنه اللي فاتت بنلعب يعني، هي السنه اللي فاتت دلوقتي احنا توفقنا اخر دقيقه ونص، السنه اللي فاتت ما بنتوفقش اخر 19 ثانيه اخر 22 ثانيه، ماتش الكاس كان ممكن الاجنبي يخلصه، الماتش الاولاني في السيريس كنا وكسبنا الثاني، الاولاني كان لازم نكسبه برضه لاست تراي معانا وبادلك جلها لو جابها كنا دخلنا 2-0، يعني الحرص على فانيله النادي الاهلي واحترامها موجود من اصغر لاعب لاكبر لاعب، والدليل على كده مستوى الاداء اللي عملوه اول امبارح من غير اكتر من نص الفرقه، فما عندناش حد مقصر، وفعلا اصبح عندنا بنش، ده طبعا بفضل اداره النادي، انما كمان كل لعبتنا رجاله، يعني اي حد بيلعب بصراحه انا بحترمه جدا لانه بيقتل نفسه على الاقل دفاعيا. ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، ان الرساله توجهها للاعبيك خاصه يعني كيم بحيري ابو النصر مهيب تحملوا الدور قبل النهائي ومباراه النهائي، يمكن يعني انت مباراه كامله تقريبا خطها بثمان لاعبين بس، يعني حتى مودي الجرح كان مصاب عنده مز وتحامل على نفسه ونزل وتجددت الاصابه، يعني تقول للعيبه الرجاله دي ايه؟ كمان الجمال بيلعب اللي ما يعرفوش الناس كلها، الجمال بيلعب رجله بطيخه سيمي فاينل ماتشين، رجله بطيخه رجله كده للامانه، انا يعني انا الجمال ده اصله ابني وانا مقدر دي وانا ما قلتهاش، فالحقيقه احنا فعلا قابلنا ظروف صعبه جدا، ده بالاضافه ان مودي بيلعب ممزوق،
انما انا سعيد كمان من اول السنه واحنا بندفع بعبد الله بعلاء زهران بمحمود وليد ثلاث لعيبه صغيرين كويسين قوي معاهم مالك وفي لسه كمان يعني ولاد برضو لعبوا معانا في التمهيد ابن طارق خيري يعني عندنا ولاد كويسين ان شاء الله ان شاء الله هنستثمرهم كويس يعني الباسكت راح في النادي الاهلي لفوق مشكله حتى بوزيشن 4 اللي احنا بنجيب فيه اجنبي هيتحل بعوده السلاوي يعني السلاوي مبطل هو احسن لعيب في النادي الاهلي مش مبطل يعني جات له اصابه سنه كرحه 5 في 5 بقاله سنه يعني داخل في السنه ونص لعب 6 دقايق و6 دقايق السلاوي لو معانا انذر ليفل لعيب بيجري ولعيب بينط ولعيب يعمل الفارق لعيب يريح الاجنبي 15 دقيقه 20 دقيقه مستريح لعيب اصلا ممكن لو عندك ما تجيبش اجنبي اصلا في البوزيشن دوت واخد بالك فلا يعني احنا واجهتنا السيزون اللي فات والسيزون ده ظروف صعبه جدا ولكن الحمد لله الحمد لله الجهاز بيشتغل النادي بيشتغل مطلعين صغيرين بفضل الله كان يعني توفيق الله سبحانه وتعالى هو باني النهارده انما والله يعني انا بقول لجمهور النادي الاهلي بنشتغل بكل قوه الحمد لله يعني الحمد لله كابتن اشرف كان دايما شعر حضرتك ان لا اعذار وان هدفك هو الفوز والمركز الاول واعتقد انك تغلبت على كل الاعذار وحققت البطوله دايما دي اكتر حاجه انا من 30 انا بقى لي 32 سنه مره من 20 سنه ما كنت بساعد في منتخبات مدربين اجانب كانوا يقول لك نو اكسكيوز ده انا اتعلمته نو اكسكيوز المفروض نو اكسكيوز لا الملعب وحش لا انا متعور انا مش متعور انا عندنا لعيبه ناقصه مش لعيبه ناقصه ده اللي احنا بنحاول نبسه وعلى فكره هو ده نجاح فرقه الكوره فرقه الكوره رائده في الرياضه المصريه كلها فرقه الكوره بتاعت الاهلي بالذات فاحنا بنحاول نقلدها يعني شكرا كابتن من كلنا ثقه فيكم ومستنيين منكم البطولات وواثقين فيكم ان شاء الله انكم هتبقوا ابطال السله في كل البطولات السنه دي يا رب يا رب شكرا شكرا, شكرا. كابتن هيثم يعني الف مبروك لحضرتك الف مبروك لضيوفك الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي العظيم يا رب كل يوم انتصار ونصر للنادي الاهلي وتاريخ جديد بيتكتب وبطوله جديده تخش دولاب بطولات النادي الاهلي ويا رب النادي الاهلي دايما عالي في السماء رقم واحد كلمه ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام الزميل محمد توفيق بشكرك شكر خاص ليك ولكل فريق العمل اللي في الملعب الحقيقه اللي قاموا بدور كبير على ومجهود كبير طوال الاسبوع اللي فات بشكركم شكر كبير وضيوفي كمان بيشكروكم على المجهود اللي انتوا عملتوه. طيب مهم جدا نقول الخبرين اللي معانا او الخبرين العاجلين اللي معانا الكابتن محمود الخطيب يهنئ سله الاهلي ببطوله الدوري المرتبط. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي على تهنئه لاعبي السله وجهازهم الفني والاداري والطبي بعد الفوز بدوري المرتبط الليله على حساب نادي الاتحاد السكندري. واشاد الكابتن محمود الخطيب بالانضباط الفني والسلوكي للاعبي الاهلي وادائهم الرجولي طوال المباراه. جاء ذلك في اتصال هاتفي من جانب رئيس النادي المتواجد حاليا في الامارات حيث كان يتسلم جائزه الاهلي نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. واكد للاعبين ان الفوز بدوري المرتبط مجرد بدايه في ظروف صعبه لطموحات كبيره. تنتظرها جماهير الأهلي التي تستحق بذل أقصى جهد لإسعادها وشدد على ضرورة استمرار مسيرة الانتصارات على كل المستويات وهذا لا يتحقق إلا بالعطاء والإخلاص والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل وخارج الملعب وأكد على ثقته الكبيرة في جميع عناصر منظومة الفريق لتقديم موسم متميز وتحقيق أحسن النتائج التي يستحقها الأهلي وجماهيره والحقيقة معنا خبر تاني الأهلي يكافئ رجال وسيدات السلة بعد الفوز ببطولتي دوري المرتبط. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقي السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات. جاء ذلك تقديرا من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسؤولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري وإسعاد جماهير النادي الاهلي. كابتن سلاوي يمكن اكبر تقدير بيجي للاعب هو التقدير المعنوي وكمان صرف مكافاه فوق التقدير المعنوي الحقيقه ده يعني تحيه كبيره من مجلس الاداره للفريقين. طبعا طبعا احنا في بدايه الكلام احنا شكرنا مجلس الاداره على الدعم اللامحدود وكده لكن سرعه تلبيه التهنئه وسرعه تلبيه المطلب ده والله ما كانش مطلب ده من مجلس الاداره من نفسه. لا لا اصل لحضرتك ده سرعه تلبيه يعني لان هو مجلس الاداره قرر تهنئه الفرقه دي نمره واحد وتشجيعها والشد من ازرها وكده كله عشان اللحظه دي وشايف اللحظه اللي احنا شايفينها هي دي, هي دي. وكمان وجود مكافاه استثنائيه بقرار من مجلس اداره شيء عظيم ويحسب وفي الحال تم
مش طبعًا. انتظرنا كتير وكده طبعا فاحنا بنبارك للنادي الاهلي وبنبارك للجهاز الفني على المجهود الكبير اللي هو عمله والتالف اللي كان بين الجهاز الفني بصراحه والجهاز الطبي والجهاز الاداري وكل الناس اللي تعاونت في اخراج. بص يا كابتن، ده مودي مصطفى وقف لي الصوره كده يا جماعه وهو في البيت في العزل، وابراهيم الجمال طبعا راجل كبير ولعيب كبير وخبره وتاريخ، فلما يجيب اصغر لاعب في الفريق ولاعب يعني من اللي اصيبوا بكورونا يكون معاه، وقبليها كان جايب عمر طارق وبيشاور له وبيكلموه في الحقيقه على طريقه مؤمن زكريا احتفل اللاعبين، ده عمر طارق كمان في العزل اهو ويعني بيحتفلوا معاهم، وكان عبد الفضيل كمان معاهم قبل كده. الحقيقه مجموعه يعني اللعيبه في ترابط، وهي دي روح النادي الاهلي. حتى المحترف اليكس يانج تحس ان هو من ناشئ نادي الاهلي، يعني مش عارف ده كان كنت بتمرنه كابتن عماد في 20 سنه ده ولا ايه؟ للاسف ولا 16 ولا انا سرقت انا فصلت اصلي خمس دقايق ولا حاجه لقيته بقى جبني ده تمرنه في نيويورك. كنت تمرن في نيويورك يا كابتن عماد ولا كابتن سلام؟ انتوا ضحكتوا عليا ولا انتوا جبتوا الراجل ده منين؟ يعني تحس ان هو ابن، بص يا جدع ده بيرقص يا جماعه، معلش هتقولي ده بيرقص زينا يا جماعه، ده بيرقص ده، لا ده خلاص كده ده لازم ياخد روح الفانيله الحمراء. وخلي بالك يا كابتن، يعني شفته هو هتقولي يا جماعه الكره اللي رمى نفسه فيها على عمل دايفنج غير طبيعي، بقول لك حاصل غير طبيعي. كابتن عماد انت مرنت اجانب قد ايه؟ كتير كابتن سلام، وانت لعبت ومرنت مع اجانب قد ايه؟ عمرك شفت اجنبي بيرمي نفسه على الكوره؟ موت نفسه يعني، دي على بتبقى فيها الريسك ان ممكن تبقى فيها متعور اصابات، يرمي نفسه كده ساعات بيحصل مشكله. لا وهو برده شايف ان الروح اللي عليها بقيه الفرقه فلازم. طب وبص يا كابتن بقى اللي احنا كنا بنقول البلوك ده، بص اليكس ده كلمه سر الماتش، ده البلوك بتاع ليبرون جيمس اللي خد بيه البطوله في الام بي اي السنه اللي قبل اللي فاتت، لا السنه اللي قبل اللي فاتت. بص بلوك، بص اليكس سانج جاي ازاي يا جماعه؟ بص هو جاي من الويك سايد من الجانب الجانب، بص شاف اليكس خد خطوات السلم مع شوشه، بص جاي من البلوك منين؟ شالها له من فوق. برافو يا ابني والله العظيم، الله يفتح والله الله. برافو البلوك ده خلانا، بص مين اللي لم ريباوند وراه؟ عمرو الجندي، يعني انا مش ورحنا حطينا باسكت بقى 2 بونت. البلوك ده كابتن سلاوي انت جبته لك جدا جدا. كابتن هو خلاص يبقى هو ده جيم. لا بس الدايفنج يا كابتن، يعني انت بص يا كابتن انت ليك تختار اللعبتين النهارده عشان احنا فرحانين عاملين اوكازيون، فليك تختار واحده لعبتين. واحده عليها فري، يعني بص الدايفنج ده اهو، هات لي بقى واحد امريكاني يعمل اللعبه دي. الكوره دي تفرق، لو اتردت علينا نخسر المباراه. لا وخاصه عدوله ده ما بيسيبش كوره، دي نقطه 68 ورجعت لعمرو الجندي باسي باصه اسيستنت برضه. الولد عمرو الجندي خلص الكوره رؤيه غير طبيعيه، شفت الباصه رؤيه غير طبيعيه. لا هجيب الكوره دي يا جماعه، يدوله الكوره دي كتير ومفيش حد في الوقت ده بالذات يقدر يجيله الجراءه ان يطلع اللونج الباصه الطويله. احنا بنقول عليها في الباسكت مجرم مجرم يعني قلبه، لا هو قلبه قاعد. بص يا كابتن بص لف ازاي ده، ممكن كان يجيله صليبي ولا حاجه، رمى ورمى نفسه ولف. كويس ان الحكم كمان ما هوش حسب بالك، لا هو الراجل رمى في الحيش، هو لحق يمسكها، ده نزل باصاها نزل بصاها على طول. في حكام برضو تبقى غصب عنها. لا يعني انا عايز اقول لك ان هو كابتن يعني بتبقى حلو لما تلاقي الاجنبي كده والفرقه كده. هو هو اللي الاجنبي اللي طبع عليه الفرقه في حته ثانيه يا كابتن. انا عاوز اتكلم عليها بس انا انا عضو في يعني اعضاء الشيخ زايد اسمه اعضاء الشيخ زايد. شاف كان في تقطيعه في الكابتن رفعت عبد القادر جامد جدا. لو مشينا ورا السوشيال ميديا مش هنخلص يا كابتن، بذل مجهود مش هنخلص. والحمد لله ربنا كرمه النهارده بالفرقه بتكسب. هو راجل بيجيب بيعمل تعاقدات بناء على الكلام مع المدير الفني، بيجيب احسن ناس. معنى ان في اي باد لك في فرقه مش معنى كده ده ذنبه هو. اتقفلت الحمد يا كابتن لله. ده احنا لو مشينا ورا السوشيال ميديا يا كابتن سلعاوي ناس بترمي يعني يا كابتن ده قطعوا فيا يا كابتن لما قلت انا هزيمة بطعم الفوز. ايه اللي في كده غلط؟ مش في هزيمة بتبقى ده حبايب الاهلي يعني جمهور من كتر خوفهم. بس احنا عايزين برضه احنا عايزين ما ننساش احنا اولاد النادي يعني نبارك لازم تقف ورا النادي طبعا يا كابتن. مش عايزين برضه نورد لك لنادي الاتحاد السكندري، وقلنا كده في الاول طبعا طبعا مدرب فني مدير فني محترم، رئيس مجلس إدارة بتاع باسكت ورياضي وداعم للفرقة الباسكت. فتقسيم البطولات بتخلق جو من المنافسة، دي حاجة ظاهرة طبيعية وظاهرة كويسة جدا، وبتؤدي إلى كل ده بيؤدي إلى وجود منتخب قوي على مستوى البلد. كابتن سلعاوي يعني خلاص احنا يكاد يكون وقتنا بيعدي، يعني انتوا انا تعبتكم معايا جدا طبعا النهارده وانتوا منورين، ولكن السعادة مش عايزانا نمشي. كابتن سلعاوي قول لي النهارده كده يعني خلينا نتذكر مباراة الماتش وبعد ما هبطنا كده وفتحنا، ايه اللحظة اللي انت جيت فيك وقت وقلت خلاص لا الماتش مش بتاعنا؟ لا انا من اول الجيم وانا قلت لعماد ان احنا هنكسب،
انا كان عندي احساس غير طبيعي حتى هو وليد الشيخ ولا ايه. صح. انا كان عندي احساس غير طبيعي اللي احنا هنكسب. ليه؟ لان في انا قريب شويه من الفرقه، في مؤشرات، في حاجات بتديك زي الترمومتر، انت بيبقى عندك ثقه لغايه اقصى درجه. الحمد لله ربنا ما خذلش الفرقه. الحمد لله اجتهدوا وتمسكوا بالمكسب. وانا برضو عايز اقول ان انت من الاسباب الدعم لالعاب الصالات. صحيح. بصرف النظر عن ان كنت لعيب باسكت وكابتن مصر وكده، لكن انت من الناس اللي كانت دعم لالعاب الصالات. بعدين انت روحك جوه الاستوديو بوظت انا وعماد. انت عملت توتر. احنا جينا في اخر 20 ثانيه مش عايز تبص. بص هنا ولا هنا ولا بص كده ولا كده ولا نبص. استاذ شوارب المخرج بيقول لي يا كابتن اقعد، انا مش قادر اقعد والله، والله ممكن قادر اقعد، لانه فعلا حقيقه يعني الماتش كان انا كنت حاسس انه متعبه. والحقيقه كانت كابتن عماد ايه اكتر لحظه يمكن النهارده قلت لا يا جماعه ايه ده، لا 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 كده الماتش مش بتاعنا؟ هو بص لما لقيت الراجل الاجنبي اللي كان غير موفق في الماتشات اللي فاتت كلها، لقيته الشوطه في الثانيه في الثالثه في الرابعه تلبس وجايه، ما قلت ايه ده احنا النهارده يعني الاتحاد قلت ده النهارده يعني النهارده ايه يا كابتن سلام نعمل ايه النهارده جاي يصحى النهارده وابو النصر يا كابتن ما خذلكش في الشوط الثالث والرابع. فقلنا بقى كنا بنتكلم احنا انا وانت وكابتن سلام، قلنا لو ابو النصر ده لازم يمسك الواد ده. صحيح. فالحمد لله مسكه ربنا كرمنا ما خلوش جاب بونت الشوط الثالث والرابع. كابتن عماد مراد نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ويعني نجم الزمن الجميل، نورتني وشك حلو يا كابتن. ربنا يوسع عليك يا رب. ده احنا لينا الشرف والله نتواجد في النادي الاهلي، ببقى سعيد جدا طبعا، ده بيتي. تمام. والاهلي ده صاحب فضل علينا وخيره علينا، لولا الاهلي ما كناش بقينا مشهورين وناس، ما كناش كده. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك كابتن سلعاوي، الف مليون مبروك. الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي والمجلس ادارته والنشاط الرياضي والقناه نفسها اللي كانت اكبر دعم في البطولتين، مش بس بطوله السيدات والاولاد. والرجاء اغلاق الصفحه وبدايه صفحه كاس مصر. كابتن خطيب قال كده والله. طبعا خلاص اقفل بقى الصفحه نبدا صفحه جديده بقى. نبدا صفحه جديده ان شاء الله وتكون سنه سعيده على الجسم. يعني السنه اللي فاتت اربع بطولات احنا ان شاء الله هنكسبهم السنه دي ان شاء الله. نورتنا وشرفتونا يا كباتن. بنوه طبعا بعد هاني رمزي والزميله اسهام صالح في البيت الكبير، انتظروا عندهم فقرات كتيره، يمكن خدنا من وقتهم شويه عشان الفرحه، ولكن عندهم كتير. انا هقول كلمه واحده بس قبل ما اختم، النادي الاهلي كيان. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل عالأهلي وبطلاته هيقولك وسع للقطر، الأهلي في دم اللي حلو.